أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس عن اتفاق تاريخي يخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن في دفعة لدعم رسالة مرشحة الانتخابات هاريس الاقتصادية. الاتفاق يوفر على كبار السن في الولايات المتحدة مبلغاً قدره 1.5 مليار دولار على خطة ميديكير الفيدرالية للتأمين الصحي بقيمة 6 مليارات دولار في العام الأول. قراصنة يستهدفون الحملتين الانتخابيتين لكاميلا هاريس وخصمها دونالد ترامب. هذا ما كشفه تقرير أصدرته مجموعة تحليل التهديدات في جوجل. فوضح التقرير أن مجموعة قرصنة تعرف بـ APT-42 ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قامت بمحاولات اختراق لشخصيات ومنظمات رفيعة في إسرائيل والولايات المتحدة. وتعمل مجموعة القرصنة عبر جمع معلومات عن الأهداف ووضع خطط تصيد لخداعهم من أجل الكشف عن كم كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على جيميل. ولا تزال محاولات الاختراق مستمرة بحسب تقرير جوجل.